من استديوهاتنا في المملكة العربية السعودية، تلفزيون الآن يقدم الكوميدي شو، تقديم محمد السلطان، تمثيل طلال الشيخي، عبد الرحمن الشيخي، محمد بن رافعة، واسماعيل الحسن. والآن مع مقدم البرنامج محمد السلطان. شكرا شكرا، واهلا وسهلا بالجمهور اللي خلف الكاميرات وبجمهورنا الجالس معنا، واهلا وسهلا فيكم في الكوميدي شو. موضوع حلقتنا اليوم هو الذوق العام. من الذوق العام عندنا في السعودية لما نسلم على أحد لازم تبدأ تبوسه من خده اليمين، بعدين واحدة يسار، بعدين يمين، بعدين يرافقها أسئلة زي أخباركم، علومكم، شلونكم، إيش مسويين، كيف أموركم، لين تسأل على قبيلته واحد واحد. أما في مصر لما نسلم على أحد لازم تبوسه من خده اليسار، وبعدين تنقل على الخد اليمين وتنام هناك، تقعد تبوس باليمين لين تخلص إجازتك وتجي راجع. ما حد يعرف مين اللي حدد الذوق العام، والذوق العام كمان زي حماتك، عمرك ما تعرف كيف ترضيه، يجيك من جميع الجهات زي الضرائب. مرة يجيك من باب العيب، يعني يقول لك عيب تاكل لبان انت رجال، يعني عمري انا ما سمعت عن احد رفضوه عشان ياكل لبان. يعني الو اقول فلان تقدم لبنتنا ونبيك تقول الصراحه ايش رايك فيه، حق حريم، حق عيال، مخدرات، لا اله الا الله، طلع حق لبان. الله يصلح الحال، الله يصلح الحال يا اخوان. ولا يجي المدرس ويقول لك ولد اتكلم من غير صوت، ايش انت كيف مدرس كيف تتكلم من غير صوت؟ يعني والذوق العام احيانا يجيك من باب العادات والتقاليد. يعني مثلا لما الواحد يشتري سياره جديده يخلي اكياس النايلون حق الكراسي وبعدها على طول يروح يدق السياره دقه خفيفه عشان العين، قال لك ايش ام التناقض هذا؟ يعني انت مخلي الاكياس عشان الناس تعرف انها جديده، وصادمها عشان الناس تحسب لها مده معك وما تحسدك. مبروك، الناس بس عرفت انك اشتريت سياره، الناس عرفت انك غبي. وللحديث اكثر عن الذوق العام وادبياته معانا الاستاذ علي عبد سالم، صاحب كتاب الاتيكيت في كل بيت. اهلا استاذ علي، يا ريت نبدا بتعريف بسيط عن الاتيكيت. الاتيكيت هو آداب السلوك والمعاشرة. ايش تقصد بالمعاشرة؟ المعاشرة يعني فن الممارسة. يا ابو ايش ممارسة؟ فن ممارسة الحياة اليومية. خلينا نتكلم عن كتابك، عندك باب باسم اتيكيت شرب الشوربة، ممكن تحكينا عنه؟ أول شيء اسمها شوربة. الشوربة هذه في ديرتكم طال عمرك، يعني بدون هجوم. شوربة شوربة، لا أنا أدافع عن الاتيكيت هنا، اسمح لي. تفضل. اتيكيت الشوربة في مغالطة الناس يعني تدخل فيها، إنه يقول لك لا تشفط وأنت لا عادي اشفط، بس المغالطة اللي الناس تقع فيها إنه الشفطة دائما طويلة ست حركات، وهذا خطأ. ست حركات؟ نعم، هو صحيح ثلاث حركات، بعدين تسكت، بعدين وتسكت، بعدين وهكذا الى ان تخلص طبق الشوربه. طيب يعني بالنسبه للشاهي؟ الشاي نفس الطريقه، وبدات تفهم اتيكيت والله. طيب الشاي نفس الطريقه، بس يعني في حركه برضه مغالطه ثانيه، اسمح لي استاذي. الناس يعني في حركه لازم تسويها في الشاي. كثيره حركاتك. نعم لا انا جاي اغير الاتيكيت وادافع عن الاتيكيت، فاسمح لي اتكلم استاذ. البرنامج برنامجك. نعم، في حركه اللي بعد ما تخلص لازم تسوي عفوا، هذه الحركة توري اللي سوى الشاي ان الشاي كويس من غير ما تقطع السوالف، وانت عارف الشاي يعني مشروب سوالف يعني. نروح لباب اخر في كتابك بعنوان اتيكيت طابور السوبر ماركت، ممكن تكلمنا عنه؟ طابور السوبر ماركت، ذكرتني. هذا الاتيكيت اقول فيه، الباب اقول فيه ان في الطابور وانت جالس، تعرف الناس اللي يقول لك معليش انا بس معي ثلاث موزات ابغى ادخل، معليش ابغى ادخل قدام، هذا يا طويل العمر طالع فيه وبكل ادب واتيكيت تقول لا اذلف اقلب وجهك، مو ذنب انك ما اخذتها من البقاله. مو كانك اوفر شويه وبالغت في رده الفعل؟ الا ياكل تبن يا حمد ربه، ما اخذت كل الموزات وقشرتهم ووقع على طول. فين رايح ابويا؟ صلي على النبي صلي على النبي، قد اعصابك.
نروح لباب ثاني في كتابك. ايش تقصد باتيكيت عيد الميلاد؟ عيد الميلاد يا سلام الله. انا قلت لك موال، انا قاعد اقول لك ايش تقصد. عيد الميلاد بالنسبة لي زي الموال، لأن الباب هذا أنا كتبته في يوم ميلادي، فيعني عزيز شوية على قلبي. إتيكيت عيد الميلاد، أقول في هذا الباب عيد ميلادك تقدر تغثنا وتبثنا فيه 24 ساعة بس. عندك زي سناب، عندك 24 ساعة، اليوم عيد ميلادي اليوم، وإحنا راح نسكت وننطم وناكل تبن. بعد 24 ساعة بدقيقة واحدة لو اشوف احد يقول لي اليوم عيد ميلاد، اعرف واحد عنده ثلاث موزات اقشرهم. اوه حبيبي تفضل، ابي اهدى، ابي صل على النبي، وشكرا استاذ علي، كن ضيف لطيف معانا. اعزائي المشاهدين، عندنا حلقه رهيبه اليوم، نشوفكم بعد الفاصل مع سكتش الحلقه، خلوكم معانا. بموت ولدي برهان، ولدي برهان موجود هنا. ايوه هنا. ها ايوه يا ابوي. ها فينه؟ هنا قدامك يا ابوي، ما تشوف؟ ولدي فارس موجود. موجود يا ابوي. فينه؟ ولدي برهان ولدي فارس موجودين. موجودين يا ابوي. ها هذا احنا برهان فارس، بسرعة قلنا فين الفلوس. الحمد لله اني شفتكم قبل ما اموت. في احد ناداني؟ لا 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 ما حد ناداك، بس قول لنا يلا كمل. السلام عليكم يا عم فرج. انا يا اخي لما متى تقعد تلعب في مخ بنتك كذا؟ من يوم ما تزوجتها انت قاعد تلعب في مخها بالامثال البولشيت حقتك هذه يا اخي. ليش كذا يا عم فرج؟ يا عم فرج رد علي، قاعد اكلمك انا. قلبي. انت ايش جابك؟ انت الله ياخذك، انت ليش جيت يا اخي؟ قالوا لي انك بتموت، قلت الحق اطلع ازبد لك. من سنين الله قاعد اسلك لك، خلاص يا اخي بطلع اللي في صدري. ما في وقت، ما في وقت. أبغى أقول لكم شيء يا أولادي قبل ما أموت. لا لا أسمع أسمع أسمع، ترى مو لازم تقول شيء، ترى اللي يموت يموت ترى. هذا بس في المسلسلات يقولوا شيء. يا عادل خليني أقول، قلنا فين الفلوس؟ قول. يا أخي أنت ليش كذا ما أدي؟ أبوي يدينا أمثال في الصميم تنفعنا في حياتنا. يا ولدي لا لا لا، أمثال لا، يرحم أمك لا. قلبي ولدي برهان. أيوه. ولدي فارس وعادل. امشوا جنب الحيط. يا سلام. لا لا لا، ايش يا سلام؟ ايش يا اخي انا احب امشي على الكورنيش، ما في حيط. ايش اسوي؟ اصابع يدك ما هي زي بعض. يا الله. هذا ايش؟ اصبع. هذا ايش؟ اصبع. هذا ايش؟ اصبع. يعني كلها اصابع، يعني اصابع يدك زي بعض. يا اخي فكنا، نبغى الفلوس احنا. قول فين الفلوس؟ بسرعه ابوي بسرعه. فعلا اقلب الجرة على فمها تطلع البنت لمها. يا الهي. غير صحيح، انا جايب جرة معايا من حظك يعني. دحين نقلبها نشوف. اقلب الجرة على فمها. اطلع خلي الجرة على جنب. ابويا بتقولنا فين الفلوس ولا نقتلك؟ يا اخي انت كده ما عندي يا اخي. لا يا فارس احترم اخوك الكبير. العين ما تعل على الحاجة. يا إلهي. الحين العين فين؟ فوق. الحاجة فين؟ فوق. العين فين؟ تحت. طيب زي كذا. العين فين؟ الحاجب فين؟ تحت. العين تعلى على الحاجب لو كنت ما أنت سطحي. فعلا العين ما تعلى على الحاجب. وموت قلبي. يا ابويا قولنا فين الفلوس بسرعه بسرعه. بدات تموت، دقنك بدات تطيح يا ابويا، بدات تموت بسرعه. يا برهان لو سمعت كلامي وفهمت حكمي كان عرفت وين الفلوس. لو سمعت كلامك وحكمك. لحظه بس، عرفت امي، عرفت فين الفلوس. عرفت امي. امشي جنب الحيط. ايوه حصلتي يد أصابيعها سوا؟ طيب في جرة، اقلبيها على فمها،
حصلت الفلوس؟ ما حصلت الفلوس؟ صدق اللي قال الظفر ما يطلع من اللحم. هو الموية تكذب الغطاس. بس الكنبة هتشيل. كنبة تشيل؟ كنبة تشيل؟ أمي لا خليك مكانك، افتح الكنبة، شيله شيله شيله. حصلت الفلوس، حصلت الفلوس، حصلت الفلوس، حصلت الفلوس. مع السلامة يا طيب. وي مع السلامة. عارف يا عم فرج، يعني انا اسف بس يعني احس اني لما طلعت اللي في صدري كذا احس اني ما صرت اكرهك زي اول يعني. بس كفشكم كلكم تحبون الفلوس ما تحبوني كلكم. ايش الاوفر هذا يا عم؟ الكلام هذا ما له داعي، خلاص انت حتموت والفلوس قد انصرفت خلاص. لا الفلوس اللي مع الاولاد كلها مزوره، الفلوس اللي معاي هي الحقيقيه كلها هنا وبشيلها معايا في الكفن لما نموت. بس الكفن ما له جيوب. اقول لا كل تفن انقلع وخليني اموت، خليني اموت، انا بموت. اهلا فيكم مره ثانيه. فقرتنا الآن هي البرزنتيشن، هذه الفقرة الثابتة برنامجنا اللي نستضيف فيها كوميديان يقدم لنا عرض تقديمي لحل مشكلة الفقرة. موضوع فقرتنا اليوم هو طرق لتحسين الذوق العام، ومعانا اليوم لتقديم العرض الكوميديان الفنان رضوان الريمي. اهلا وسهلا، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين كلكم. معليش اعذروني، انا من زمان ما قابلت ناس كثيره، انا ما عندي الا ثلاث اصحاب، خلايا، ثلاثه خلايا في مخي، واحد حق الاكل، واحد حق المويه، وواحد كذا حق الفله، بس يعني نسوي مع بعض حركات كذا. اوكي، اليوم موضوعنا عن اول شيء اعرفكم بنفسي، معكم نادر اتيكيت. ها نادر اتيكيت، شوفوا الخص لكم حياتي كلها في حاجه مره بسيطه، انه انا قضيت حياتي كلها وانا ادرس الذوق العام. الذوق العام يعني مش الطعم يا غبي منك لها. معلش معلش ما بكلك. طيب اوكي، طيب احب اشرح لكم حاجه عن الذوق العام. الذوق العام يعني دائما بيجبرنا نحن البشر كلنا، يعني نحن مع بعض كلنا كذا، بيجبرنا ان احنا احيانا نمر باوقات عصيبه. اوكي زي كذا مهمومين، يعني بنشيل هم مره كثير، وهذا بيجبرنا ان احنا يعني نكون حاليا في فترة حساسة جدا، يعني بإذن الله يعني. اوكي اوكي طبعا، ولما بنمر فترة حساسة داخليا بنضطر ان نحن نقابل الوحش. لا مش هذا، مش هذا، معليش اسف، اقصد هذا. لا والله ولا هذا، معليش، هذا الوحش السيدات حيقابلوه بعدين مستقبلا ان شاء الله، اللي هو هذا. اوكي اوكي، انا اقصد الوحش الحقيقي هم الضيوف. نعم نعم الضيوف. في هذه الصوره زي ما انتم شايفين هذول الضيوف بيجوا من غير يعني لا اذن ولا استئذان ولا اي حاجه، فجاه كذا يجوا، فهذه الكوارث اللي بتحصل دائما في البيوت. ها اوكي اسكت اسكت يا غبي، معلش هذا خليه قاعد يتكلم معايا، قال نكته بايخه يا ولد، اهدى اهدى. اوكي طبعا لما يجوك الضيوف هذا شيء مره يقهرك، لان ما تكون جاهزين، ما تكونوا مستعدين، وهذا اشياء مره مستفزه. اوكي جميل. طبعا احيانا يعني بتقول انت انه في ضيوف بيجوا، ضيوف برا كذا، يعني ناس نفسك تشوفهم دائما وتنبسط وكذا، بس انه في ناس بينكدوا عليك حياتك. سوري ده واضح المساعد حقي مضايق من حرمته، بالنسبه له هذه شيء كارثي. زي ما كنت اقول لكم انه احيانا الضيوف برا يكونوا كذا ناس نفسك تشوفهم كل يوم في حياتك، يعني يعني زي كذا. لكن في ناس الضيوف اللي عندنا هنا دائما نفسك تستنى اللحظه المناسبه انك يعني تتخلص منهم، والله حقيقه يعني. اوكي طبعا خلينا اشوف لكم هذا. عندي مشكله انا مع الضيوف اللي دائما يجوا وهم جيعانين، والله يا اخي انا مو بيت امك، كل بيت امك وتعالي، يعني انا ماني مضطر انا اكلك واسوي لك كل حاجه، تقدر تطلب الان. ها ها
خلاص خلاص معلش معلش انا اسف. اوكي اوكي دائما الضيف كمان يبغانا نحن نستقبله احسن استقبال وانه كذا. لا يبغى لي اذبح له خروف واذبح له واذبح له كمان دجاجه. مستحيل اسوي لك الحركات هذه. ها اوكي طبعا انا عندي اكتشفت كم اكتشاف حاجه بسيطه حلول حلول بس حلول هي ها انه لما قبل تيجي بيت الناس ايش تسوي ايش تسوي ايش تسوي ايش تسوي تتصل بس ما يبغى الاختراع. الو اجيكم ما اجيكم بس ها يمكن ما ارد عليك كذا حيوان انا. اوكي تمام. وفي ضيوف يعني كمان لما يجوك من غير استئذان حاجه مره حلوه زي شاكيرا طبعا لما تجيك من غير استئذان تفتح لها الباب طبعا اكيد. معليش 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 طبعا خلوني اقول لكم انه لازم الضيف يجي شبعان زي ما اتفقنا. ها اوكي هذا لازم نتفق عليه نحن كلنا مع بعض. ها وبعد كده انا اكثر حاجه اقدم لك هي الواي فاي باسورد الواي فاي بس اكثر من كده لا. 055 اقول رقم ولا بقول ما اقول خلاص ما اقول ما اقول. اوكي شوفوا انا اقول لكم شيء خلونا ننتقل لموضوع ثاني. ها اوكي برضو في الذوق العام موضوع هاجس لكل الناس. انا هنا بتكلم بصوت الشعب وهو موضوع السيدات. السيدات يحب انهم يشاركوك في كل شيء في حياتك. ها يشاركوك حياتك من يوم انت صغير الى ما تروح الهاويه تموت. اوكي ويشاركوك في الفرحه ويشاركوك في الحزن. اوكي ما بيكون في الحزن معك دائما يعني احيانا جون كيف لحاله. اوكي اوكي شوفوا الا في شيء واحد ما يكونوا فيه موجودين معك. اول ما تقول لهم والله فاتوره البيت والالتزامات وكان ده يسووا مره مجانين يعني. شوفوا انا اقول لكم حاجه واحده هذا اخر شيء انا ابغى اقوله. في شخصيتين نحن لازم نتخلى عنهم او نبيعهم او نمحيهم من الحياه. ها اول شخصيه ها اللي يسقط عليك في الليتين هذا لازم نتخلص منه عشان المجتمع يكون مره مريح. ها عشان نرتاح نحن. وثاني شخصيه ها اللي يدخل الحمام وما يسحب سيفون. ها شميتها شميتها كلكم شميتوها صح حتى انا. اوكي شكرا هذا كان وقتي مع السلامه. اهلا بكم من جديد. حلقتنا اليوم وصلت نهايتها لكن قبل ما نروح راح نترككم مع فاصل كوميدي نستضيف فيه كوميديان يقدم لنا عرض الستاند اب كوميدي. رحبوا معايا بالكوميديان اللي راح يكون معانا اليوم الفنان ماجد العمودي. السلام عليكم كيف حالكم؟ تمام؟ طيب أنا معكم ماجد العمودي وجاي أحكيكم شوية عن نفسي. أنا لما كنت صغير كنت مشاغب كنت شقي وعرفت إني شقي من كثر الناس اللي وأنا كبير قالوا لي إنه وأنا صغير كنت شقي وما جو قالوا لي هي إنه أوه أنت كنت شقي كيوت لا فاهم اللي هو أنت كنت شقي وأنت صغير الله يحرقه اللي هو شايلين علي عارف في حقد أصلا اتفقشت 3 مرات في نفس المكان والله شوف راسي دحين زي الحصالة عارف تشوف له والله 3 مرات نفس المكان. آخر مرة الدكتور ركب لي سوستة صرت لما انخبط كوب شوية دم وارجع والله بس طول عمري قد ما أكون مشاغب أسوي شيء مرة واحدة بس ما أسوي تاني. ليه؟ عشان وأنا صغير أبوي ناداني قال لي تعال رحت له مسك يدي شبكها في كهربا فهمت؟ اللي وأنا جالس بابا قال لي أنت مؤمن والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. قلت له كيف يعني؟ قال لي انت دحين اتلدغت من الكهرباء عمرك ما هتحط يدك في كهرباء تاني. طب قل لي لا تحط يدك في كهرباء. المشكله مو هنا المشكله انه ما وقف عند هذه اللدغه صار يلدغني اللدغه الاولى من كل شيء. يعني طلعني فوق الدولاب ودفني قفل الباب على يدي ركبني سياره دخلني في جدار وكل ما فوق فمي يقول انت مؤمن والمؤمن لا يلدغ عقدني فصرت ما اكرر الشيء لو ما زبط. يعني انا دحين لا يمكن اتضارب مع باكستاني. اخر مره اتضاربت مع باكستاني ما كنت البس نظارات صقعني كف 3 درجات نزل ست والله يا اصابعه كانها سيقان كانت اصلا ما في فواصل في ركب في اصابعه
وكل ما اشوف باكستاني دحين تصير لي مشكله معاه اذكر نفسي انه انا مؤمن والمؤمن لا يؤمن. والله العظيم. فطيب بما اني كمان بحكيكم عن نفسي، في متزوجين هنا؟ طيب اوكي، في الو، هذه حقت الم مو فرحه، بس مو مشكله. ما ادري اذا تعانوا من نفس المشكله اللي اعاني منها ولا لا. انا زوجتي دائما تجي تقول لي خليك رومانسي خليك رومانسي. رومانسي ايه وانا لين اولى ثانوي قاعد العب حفيان في الشارع، عيط رومانسي. شايف الشمس اللي عندنا والله تقتل اي مشاعر، عيط رومانسي. طبعا ما اعرف الرومانسيه، اكثر شيء في الرومانسيه عندي اروح اجيب ورد خدي، اروح اجيب هديه خدي. فهم؟ هي تقول لك لا لما تجيب هديه لا تجيبها كذا، سوي معاها اشياء. ايش سوي معاها؟ اخش وفي اثنين بتشقلبوا ورايا وواحد قاعد يرمي في فقره ساحر بعد شويه، ايش اسوي لك مع الهديه؟ انا ما عندي، انا نفس المحل اقول له غلف، لو ما عنده تغليف اقول له خلاص. يجي يقول لي المحل اللي جنبنا انت تغلف؟ لا اسكت، جيب الهديه زي ما هي. عيد اللي اسيبه السعر، عارف لو كان غالي يعني احيانا. ايش السعر يا اخي؟ نسي يشيلوا السعر. كم كم غالي صح؟ ايوه والله. فما ينفع معاه. لا وكمان ايش تجي تقول لي؟ تقول لي قول كلام حلو. ايش اقول لك كلام حلو؟ شاعر انا ليه اقول لك كلام حلو؟ تركي والله. طبعا الكلام، بس انت في النهايه متزوج فلازم تقول كلام حلو. انت مو لازم تسمع كلام حلو، بس هي لازم تسمع كلام حلو. فطلعت سيستم لحكايه الكلام الحلو هذا، صرت استنبط الاشياء من الاشياء اللي حواليني. يعني مثلا واحنا جالسين اشوف صحن فاكهه، انت فاكهه حياتي، فاهم؟ شوف شوكولاته، انت شوكولاته عمري، كاسه مويه هنا، انت سر الحياه. طبعا الكلام ده بدايه الشهر، نهايه الشهر مطفرين ما في راتب، فتبدا تصير كرييتيف في الموضوع، فاهم؟ اللي هو طالع ما في شيء، تبدا تقول له حياتي من غيرك فراغ، فاضيه ما في ولا شيء، فاهم؟ فهي لازم هنا ما يكفيها الكلام، لازم تسوي لك ايه حركه من حركات. تيجي تقول لك ايوه انت بس تقول كده وبعدين تتزوج علي. انا اتزوج عليكي؟ والله لو كل نساء الدنيا يجوا ما اتزوج عليك. تقول لي ما شاء الله، يعني ليه مره واثق؟ ترى شوف الصراحه انا مؤمن والمؤمن لا يلدغ من جحر مرة. ماجد العمودي، شكرا.